أخوياي وجيلي في الثانوية كلنا عندنا نفس المشكلة الصحية إلى وقتنا الحالي بسبب واحد من أخويانا اسمه أبو عيد. أبو عيد هذا تسبب على جيل كامل. أبو عيد كان يمرني أخذني من البيت ويديني للثانوية مع كادلك برقهام 86، يقول هو دائما يسوي زي يعني على أساس أنه نظيف، سيارة ما فيها ولا شيء نظيف يعني ولا حتى نية أبو عيد، ويقول هذا مركب مملوك تعال أركب أركب، ويجي أفتح القزازة وأدخل يدي أنا مع القزازة عشان أفتح الباب، أفتح لما يفتح من برا وأنا أدخل أركب ونروح يا عيال، ويطالع فيني يقول يا عيال مش فيك، قسما بالله من يوم ما اشتريته ما فكيت كبوته نظيف. وهنا هذه المشكله يا عيال، احنا في السياره تقول كذا، احنا رايحين المدرسه انا واخويانا وكلنا راكبين معه، يقول سفينه يسبح يا عيال، هو السفينه من الادرعه متطلقه والدنيا مساعدات كلها. احنا فعليا السياره دي كانت تمشي على بنزين وبر الوالدين، هو بس عشان بر فمه زين احنا نوصل اللهم لك الحمد. بعدين احنا في الثانويه يعني تذكرون كنا داوم 6:30 7 وربع، هذا تطلع طال عمرك من بيتك وانت تنقط متوضي صارت الفجر تلقى برقهام واقف عند الباب جالس على الكبوت 4:45 ليه يا ابوي؟ تقول يلا يلا كم فات رقد الضحى من غنيمه يلا. ابوي كان يطلع يمسك يقول وين عمك؟ انت تنقل معلمات انت 4:30 انت في عقلك؟ يقول يا عمي يا انت لاحق قبل التفاتيش قبل الناس يلا. هو كذا مشبوه هو حياتك. احنا ما كانت مشكلتنا مع بعيد البرقهام ولا شخصيته، لا انت شفت اليوم انك ركبت وسكيت الباب فتح التكاية وبعيد وطلع عطره يا عيال عطره في السيارة أظن من وكالتها من 86، والشمس تصك ويطبخ يا عيال كارثة. بعدين هو كاسر غطاه، تعرف حركة حلوية من أول يكسر غطاه علشان يوفر منه، يبدأ يصب شوي في يده ويمسح يمسح مسحة هنا يمسح مسحة هنا، إذا مسح مسحتين دي أنت تطلع برا اللعب، أنت تسطل، أنت ما تدري أنت رايحين ثانوية ولا خاطفك ولا منكم رايحين، خلاص، تم علشانك عزيز وغالي أنت يقول يا الله هذه مسحة لك، فيصب في يدي شوي ويمسح ويقول لا تكفى 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 ويمسح عند إذني، واليوم نمس أنت بخلوز عندي، ثم سطلت ولوز ثم عاد الشم عاد أسمع، ثم اليوم أنا وصلنا الثانوية المدرسين يحضرونه بسرعة عشان ما يجي هو يحضر، لأنهم يعرفوه ريحة عطره، كارثة، هو يسطل بالثانوية كلها لين الفسحة، لين حصة نطلع ونفطر ثم نبدأ نسلم على بعض وش درسنا وش أخذنا، يدخلك غيبوبة. في واحد من مدرسينا درس حديث اسمه أبو باسل الله يذكره بالخير، أبو باسل جايب لأبو عيد عطر هدية جديد، فقال هذا عطر يعني يبيه يغير ذاك، قال هذا عطر، قال أبو عيد طيب مش مناسبته؟ قال يعني هذا هدية عيد ميلادك. قال استغفر الله يا استاذ استغفر الله عيد ميلاد ذنب. قال أنت الذنب يا آدمي يا أخوي، أمسك هذا رش منها انت ما عليك انت انا روح يا اخي اتق الله فينا يا عيال، لعب فينا يا عيال. انا هنا ترى ما عاد ينبث لي شعر، انا هو طيبه مثل الديزل اذا رشيته في مكان ما عاد ينبث. هنا ها لعب كل جيلنا التهابات جيوبنيه، احنا ما نقطين في استراحه، احنا نتقابل شهريا عند نفس العياده عند نفس الطبيب جالسين نسلم على بعض وننشد عن بعض التهاب. ابو باسل معنا جالس سلام هلا.